المهم شاركت في فيتشر اغرو تشالنج ماروكو، حيت المسابقه الاول مسابقه كتيح لي زينوفاسيون في الدومين ديال لاغريكولتور. جيت باش نبين البروجي ديالي اللي كما كتعرفوا ان المغرب من ضمن البلدان اللي كتعاني من سنوات الجفاف. البروجي ديالي هو انتاج علف خضر طول السنه شاك جور، واللي غادي يحل المشكل الكبير ديال الفلاحه اللي هو العلف. يعني الفلاحه ديالنا كيبقاو يتسناو الشتاء باش يعلفوا بهيمهم والبيطاي ديالهم باش او موان يربحوا شي شويه، ومع سنوات الجفاف ما تيدخلوا والو. بهذه الطريقه الجديده ديالي ديال البروجي ديالي هو اننا غنوفروا لهم علف شاك جوغ، وغادي يربحوا في كو ديال الفاش حتى ل 70%، وغادي نقصوا في استهلاك الماء حتى ل 98%، والانتاج غادي يكون شاك جوغ كل نهار كيلو كيعطينا 7 كيلو. وكنتمنى ان هذه الفكره توسع في المغرب كامل باش او موان تعاون الفلاحه ديالنا باش يتهناو من سنوات الجفاف.